لنثبت لكم أن التكنولوجيا تجعلكم سائقين أفضل. تحدينا أشخاص حقيقيين ليقودوا ترافيرس معتمة بالكامل نحو الخلف عبر مسار مليء بالعوائق. سيريسلي؟ اسمها ترافيرس الجديد كليا من شيفروليه. هلا حدا عم بيسوق للسيارة ومنو ايش عشية؟ ولا اشي. لا عم تمزح. تحب تجرب اللي سواه؟ سوقه؟ بس ما بقش عشية يعني؟ ولا وغير هيك رح ترجعي كمان ريفيرس. نشوف ازاي؟ خلينا نحط ريفيرس. الحمد لله. وعندنا هون كاميرا مراية الرؤية الخلفية. واو خطيرة. واو ولا كأنك بتسوق ريفيرس. وهون بنشوف كيف كاميرا الرؤية المحيطية بتساعد على المناورة بالأماكن الضيقة، لأنه بتورجينا كل إشي محيط فينا مهما كان حجمه. يا شيخ يا صراحة شيء خطير، يعني الواحد ما يخاف. برافو عليك سو، برافو عليك. رائعة جدا. أول إشي انت عديتي هذا كله هيك؟ انا عديت هاد عن جد. ما وانت شايفه شيء؟ لا عن جد هلا بس شفت هذا المشهد مش كثير واو. عملت دخلتنا انا مشيت وسط هذا كله لحد هنا من غير ما اخبط حاجه مره. بس بهيك سياره واو. اكيد حسيت حالي سافر.